السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من مطبخ أم رسلان مع وصفة جديدة اليوم اللي هي فطائر محشية على شكل قطع بيتزا. للفطائر واش نحتاجوا المقادير؟ أول شيء حليب، أنا هنا استعملت كاس صغير، راني وزنته لكم وكيلت، يهز 120 غرام 120 مليليتر. درت كاس حليب وكاس ماء ونص كاس زيت، نقصت منه شويه، انا ما نحبش الزيت بزاف في لاباط تاع في هذه المعجنات. ونحتاج مغرف كبيره خميره، مغرف كبيره سكر، ونص مغرف كبيره ملح، هنا الملح حسب الذوق. والفرينه هنايا لوحي وشوفي، يعني تحتاجي من بين زوج كيسان ونص حتى ثلاث كيسان على حسب نوعيه الفرينه. وللافارس او الحشوه واش نحتاج؟ نحتاج جبن مبشور، نحتاج صلصه طماطم كنت درت لكم عليها فيديو من قبل، ونحتاج لحم مفروم فيونداشي كنت قليتها مع شويه بصله، تبلتها ملح فلفل الكحل، شويه موطارد وعصره تاع قارص كما عودتكم. نبداو بسم الله بالعجينه. نبداو بسم الله بالحليب والماء. هنا اذا ما عندكش الحليب، يعني ما كانش واجد عندك الحليب، تقدري تستبدليه بكاس تاع ماء وتعوضي الحليب بزوج مغارف كبار تاع حليب مجفف. هنا راح نزيد ندير السكر والخميره. راح نخلطهم شويه، نخليهم يتفاعلوا قليلا مده 5 دقائق ماشي بزاف. راح نضيف الزيت والملح، من بعد نبدا نلم بالفرينه. الفرينة لوحيها تدريجيا. العجينة ما تكون طرية، ما تكون يابسة. نتحصلوا على عجينة كيما هكا، راح نعجنها شويه ماشي بزاف، يعني شويه برك، نلمها باطراف الاصابع هكا شويه برك، دقائق ربع دقائق او خمس دقائق مش بزاف. اذا بغيتي ما تعجنيهاش هكا، يعني ما تديري لهاش هذه الخطوه، ما ديريهاش عادي، انا برك بغيتها تجيني طريه هكا تكفي ولا ترطبة. ها هيك شويه فقط مش بزاف، كيما قلت لك تقدري تستغني على هذه الخطوه. راح نخليها تخمر مده نص ساعه. اذا انت ما كنتيش موجده لافاخس، انا راني موجدتها، خليها تخمر وروحي وجدي لافاخس تاعك، من بعد ولي لها، كي تلقاها ضعف حجمها بداي خدمي بها. بعد ما فاتت عليها نص ساعه وطلعت كما راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعها، راح نبدا نحلها. راح نحلها الدائره، ندير بالحلال. حليتها على شكل دائرة، راح نقسمها المثلثات، حاولي انهم يكونوا المثلثات قد بعضهم. بهذا الشكل
ما تقصيهم، راح نقوم بواحد اللمسه هكا. حاولي تحليهم، ديريهم كامل. واذا المثلثات تاعك جاو ماهمش قد بعضهم، حاولي تخليهم قد بعض، ديريهم كامل نفس القيس. هذه العجينه تستعمليها كبيتزا، تستعمليها كسوفلي، اي فطيره بغيتي ديريها تقدري تستعمليها بها. نجيب صلصه الطماطم، هنا تقدري ما ديريش صلصه الطماطم، انا ما بغيتهاش تجيني ناشفه بزاف. راح نديرهم كامل من بعد ندير لا فيونداشي. حاولي تديري تقيسي الاطراف كامل، تغطيها كامل هذا الجزء. ندير اللحم المفروم، هنا الحشوه انت اللي تتحكمي فيها، واش بغيتي ديري ديري، تقدري ديري طون، تقدري ديري جاج سردين، واش بغيتي ديري ديري. انا نعطيكم الفكره وانتم كلش على الذوق تاعكم، سواء في التوابل ولا الحشوه. مبشور، هنا تحبي ديري جبن ابيض ديري. تهزي هذا الجزء، حاولي تحلي هذا وضغطي عليها هكا باش هنا هذه حاولي تعدليها بالسكين. نفس الشيء عدليها، نحطهم في صينية مدهونة. حاولي انك ما تفزديش الشكل، بعد ما شكلتهم راح ندهنهم بالبيض وندخلهم يطيبوا. ندهنهم باش يديو اللون مليح، حاولي الشكل النهائي تاع الفطائر تاعنا لليوم. انصاف البيتزا المطويه ولا انصاف بيتزا ولا كيما بغيتوا تسميوها، يعني صدقوني شكلا ومذاقا صورتو الذوق روعه روعه، جربوها وما تندموش. كيما راكم تشوفوها هي، كي نعت لكم العجينه كيفاش راهي طريه طريه روعه. راح نحل لكم تشوفوها من الداخل كيفاش جات الحشو، اي مازال تخونه الحشو نتوما اللي تتحكموا فيه، يعني واش بغيتوا ديروا ديروا. هاليك كامل طريه، راهي مازال سخونه. هاد العجينه تستعمليها لاي نوع من المخبوزات المعجنات، واي نوع تاع بيتزا تحبي ديريها راح تجيك روعه. واذا حبيتيها تجيك تقرمش، يبسي العجينه، يبسيها بزاف. هذه هي الطريقه وهذا هو الشكل تاع اليوم. اللي عجبتها الطريقة وعجبتها الوصفة ما عليها غير دير جيم الفيديو، ديري اشتراك للقناة، وإلى اللقاء مع وصفات وفيديوهات جدد إن شاء الله.